برحب بحضراتكم بعد الفاصل. وزي ما قلت قبل الفاصل، التحكيم المصري، التحكيم المصري السنة دي مش أحسن حاجة. شفنا مشاكل، شفنا أخطاء، شفنا حاجات. المشكلة مش في الأخطاء، إن هي كانت أخطاء عادية، كانت أخطاء مؤثرة في نتائج المباريات. معانا النهاردة اتنين من حكامنا المميزين على فكرة، بجد يعني من الحكام الشاطرين جدا. واحد من الناس اللي كانوا شرفونا في مونديال قطر 2022، كابتن محمود ابو الرجال. منور الدنيا يا كابتن. منور ليك كابتن، وتحياتي لحضرتك ولاست برنامج، ومبسوط جدا ان انا معاك. شرفني على المستوى الشخصي، يعني من الناس اللي انا حبيبي بقدرها جدا وبحترمها. يعني انا اللي شرفني. والكابتن محمد الحنفي، نورنا يا كابتن. نور كابتن ليسي، اهلا بيك. جارك. وحشتنا حبيبي، ربنا يكرمك. هسألك الأول سؤال واضح ومباشر، أنت عملت مشكلة السنة دي. ده على فكرة أنا في الورقة إن ده كان آخر سؤال. مش موجود أصلاً. مش موجود أصلاً. مباراة بيراميدز مع المقاولين. بس؟ عملت مشكلة. أنا أنت مش عملت خطأ، أنت عملت ماتش 10 على 10 تحكيمياً. أيوه. ولكن إدارتك لهذه المباراة تسببت في أزمة، إن اتقال إن الكابتن محمد الحنفي ما جريش، وأصلاً ما ينفعش يلعب وهو ما جريش. الكلام ده كله. وان الماتش هيتعاد، وان الماتش هيتعاد، وهل الماتش اتعاد؟ بس ما عشان يعني حصل تظبيط. يعني جاي اسالك انا النهارده. طب ايه اللي حصل؟ ابدا ما حصلش. جريت؟ جريت طبعا. بجد؟ جريت. انا كنا في معسكر في السويس. كان معسكر تنشيط للحكام. وكان في اختبار اس دي اس، الاختبار ده متعارف بيه في اللائحه، وانا جريت الاختبار بشكل كويس جدا. واظن مستر بريرا كمان اعلن ان هو ان الحكم جاهز لاداره المباريات، واعلن ده رسمي على يعني كل قاعد. فضل كل ده مستني لغايه قبل الدوري ما يخلص بخمس ست اسابيع عشان يعلن ان محمد الحنفي هيرجع يحكم تاني. انا دي ما اسالش عنها، لكن انا كحكم انا ببقى دايما بجهز نفسي ان انا اكون موجود. انا بقيت فتره طويله، بس الحمد لله رجعت وبقيت موجود، وان شاء الله اكون موجود كمان. لكن جريت. والحكام ما تفاجئتش بتواجدك، بانك داخل عليهم المعسكر؟ لا، انا كنت في المعسكر اصلا، انا بادئ المعسكر معاهم وجاري معاهم في وسطهم، يعني في وسط الحكام، ما جريتش لوحدي. حصلش شد في الجري ولا حاجه؟ لا ابدا ابدا خلص ابدا، بل بالعكس ده انا الحكام شالوني. طب ما هو الكلام اللي بيتقال ده الحكام، انت بتتكلم انت دايما في الجري بيجي لك شد. لا والله، لا انا مش الجري. انا موضوع الجري ده ما كانش في دماغي من صغري. انا ممكن اصحى من النوم اروح اعمل الاختبار، بعض الحاجات وبعض الدروبات اللي حصلت في توقيت معين، لكن انا دلوقتي بدري. انت عارف انا مستغربك في ايه؟ انت حكم كويس جدا، حكم من الحكام المميزه جدا، حكمت اهلي وزمالك، حكم بتنزل الملعب مش في دماغك انت واي تيشرتين بيلعبوا، دي اهم حاجه من الحاجات اللي بتعجبني فيك، ولكن مقصر في حق نفسك. ابدا والله يا كابتن، انا مش مقصر، هي بعض الدروبات المفروض تبقى دولي على الاقل. بعض الاوقات اللي حصل فيها دروبات ليا في الجري، لكن انا كل ده بيت كويس وما بقاش عندي مشكله في موضوع الجري خالص يعني. وانا موجود، وموجود السنه الجايه ان شاء الله. يعني هتجري؟ ان شاء الله. طيب. كابتن ابو الرجال، اسالك انت برضو، اول حاجه وجودك في كاس العالم، ان انت كراجل رايح تمثل بلدك مصر، اشتغلت مع الطاقم لجسامه، اشتغلت ماتش واحد. هل وجود جسامه كحكم صفاره اثر على بقيه الطاقم انه يكمل في البطوله؟ اختيار الحكام ما بيبقاش مسؤولية الحكم. الاتحاد الافريقي بيبعت لطقم، وما بيبقاش في حاجة تنافسية للمساعد او الحكم. انت بتبقى طاقم كامل بتلعب الماتشات اللي بتكلف بيها. انا لعبت ماتشات كتير فيديو علشان، لكن احنا لعبنا عشان انت عندك ميزة مش موجودة عند حد في مصر كلها، ان انت معاك الشرطين، حكم فار وحكم مساعد. فكنت بلعب فيديو، ولعبنا ماتش هولندا وقطر. اختيار الاختيار اللطقم، انا كنت مع الطاقم الاول الجزائري، وبعد كده حصل تعديل في الاخر، رحت مع جسامه. لكن هو على المستوى الشخصي انسان كويس، لكن اختيارات التحكيم ممكن يكون في ناس مختلفه معاه شويه، لكن هو على المستوى الشخصي انسان مش وحش يعني. اختيار اللطقم بيبقى دايما مش مسؤوليه الحكام، ولو في ميزه تنافسيه كان ممكن الواحد يروح لحته بعيده. لكن طبعا تقييمك في الماتش كان ايه؟ تقييمك في ماتش كاس العالم كان ايه؟ ما كل واحد فيكم بيبقى لا ما كانش عندنا مشاكل خالص. الفكره ان انت مش عشان انت كويس في الماتش فبتلعب الماتش اللي بعده. لا، ده هو اختيار الطاقم. انت اختيار الطاقم ده
بيبقى تابع للجنه حكام الاتحاد الدولي، هم اللي بيحددوا. اوكي كابتن ابو رجال، يعني انا هسالك سؤال، انا لعبت ماتش النهارده اخدت 8.5 من 10، طبيعي ان انا هاخد ماتش تاني؟ لا لا، لكن يعني لو خدت 6 أو 5 لا خلاص، هي ماتش هتلعبه وخلاص. بيبقى لا، من الاختيارات ما بتبقاش كده بنسبه كبيره، لان كل الناس بتجيب درجات عاليه، يعني اللي راح كاس عالم ده رايح بيبقى خلاص عدى على كل الاختبارات ويعني واجتاز حاجات كتير جدا، فما بتبقاش ماشيه كده. ممكن كنت العب ماتشات اكتر لو كنت مع حد تاني ممكن، وممكن ما كنتش برضو العب، لكن في الاخر هو تمثيل مصر في حدث زي ده حاجه مشرفه جدا. ان شاء الله نتمنى الفتره الجايه ان شاء الله يعني نقدر يبقى في طقم او طقمين من مصر يروحوا كاس عالم تاني ان شاء الله، يبقى طقم مصر كامل يا رب. ودي حاجه يعني هتميز بقى، تميز مصر ان يبقى في طقم كامل. يبقى طقم كامل، لان احنا دايما على 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 مستوى يعني على مر التاريخ ما راحش طقم كامل من مصر. تقريبا كابتن جمال غندور وكابتن وجيه في 2002 كانوا 2 بس حكام من مصر، لكن حضرتك هتشوف كابتن عصام راح لوحده، وجهاد كابتن جهاد جريشه راح لوحده، كابتن وجيه احمد، حتى المساعدين كابتن وجيه احمد راح في 2002 كده، انا المساعد الوحيد اللي رحت في 2022، فرق حوالي 20 سنه ان مساعد يروح. فاحنا مش اقل من دول كتير حوالينا، الجزائر والمغرب وتونس بيروحوا طقم كامل، وطقم كامل، ودول في افريقيا مصر التحكيم فيها في افريقيا محتاجين اسم كبير تتساندوا يعني. ومحتاجين دعم طبعًا. ان انتوا الناس تبقى في ظهركم علشان تكملوا، وده طبعًا. مهم جدا. الاداء لوحده مش كفايه، مش كفايه، لان احنا مصر دوله كبيره طبعا، ما ينفعش اسمنا ما يبقاش موجود، وعندنا حكام كويسين طبعًا. جدا ما ينفعش اسمنا ما يبقاش موجود في منصات التدوير، صح؟ عشان كده انا دايما بقولها، عندنا حكام مصريين ممتازين، ولكن ما عندناش الحمد لله لا عندنا حكم مغرض، ولا عندنا حكم بينزل يخسر فرقه او متعمد لانه يخسر فرقه، لا، ممكن في حكم كويس وحكم امكانياته اقل، زي لعيب الكوره، في لعيب سوبر لعيب كبير، وفي لعيب يبقى اقل منه شويه، صح كده؟ احنا عندنا كمان كابتن ليس عايز ازيدك ان احنا اصلا كمان الحكام ذات نفسها المصريين في تنافس ما بينهم في اللعب في افريقيا وفي اللعب في الاتحاد الدولي، يعني احنا كل دور، يعني الدور اللي جاي من التصفيات في 3 اطقم طالعين من مصر، عندنا 3 ماتشات، يعني 3 اطقم طالعين من مصر، يعني 3 اطقم فيهم 3 اطقم، اه انا يعني 6 حكام و6 مساعدين طالعين، 6 مساعدين، امين عمر طالع مع امين عمر، انا امين عمر واحمد حسام، وفي ماتش تاني معروف طالع مع طقم، وفي ماتش تالت محمد عادل طالع مع طقم. ما دي الميزه، ان انا عندي 3 حكام ب3 اطقم كاملين مصريين، لكن للاسف الشديد انا بلاقي ادائكم بيختلف، تطلع بره بتادي اداء ولا اروع، اداء يعني 10 على 10، تيجي هنا في الدوري المصري بنلاقي اخطاء، ليه؟ ايه سبب ده؟ هو الاداء ما بيختلفش، لكن هنا في مصر برضو ال بتقلقوا من السوشيال ميديا؟ هي السوشيال ميديا ليها دور، الاعلام ليه دور برضو، حضرتك عايز المثاليه في كل، يعني الناس بتبقى شايفه دايما الحكم ان هو ما بيغلطش. ايوه بس ما انا جايب لك الفار عشان تقلل الاخطاء. ايوه احنا في افريقيا ممكن تغلط، بس الناس ما بتعملش الاسبوت الجامد ده، ليه؟ لان الخطا وارد، اهم حاجه الخطا ده مؤثر في مباراه ولا لا، والحكم السنه دي كان مؤثر، وارد جدا، اصل تقييم الحكم الراي العام ليه دور ان هو بيقيم الحكم، واللجنه ليها دور، اللجنه ممكن تبقى شايفه حاجات الراي العام شايفها ان انت غلط، لكن هم شايفين انت صح، وعلى العكس، بس الراي العام دايما ليه دور، لان الراي العام الكوره معموله للجمهور، فدايما الراي العام بيبقى بنسبه كبيره، بنسبه 90% صح، وهو بس بيضغط عليكم. الحكم اللي عنده خبرات، ويمكن حنفي يوافقني في كده، اللي عنده خبرات ما بيتاثرش بده. حنفي بيبقى في دنيا تانية. لا الحنفي اقسم بالله بره الحنفي تحس تلاقيه نازل ملوش، مش هنا، ما هو يعني الحنفي طريقته الحنفي كمان احنا في التحكيم، يعني الحنفي عايز ينزل ما يحسبش اي فاولات، فقلنا حنفي اقول له فاول، يقول لي انا احكي لك على موقف حلو، سيبك من الكلام ده. انا بنلعب تقريبا كان الاهلي وفيوتشر السنه اللي فاتت او الزمالك وفيوتشر حاجه زي كده، مش فاكر اسم الماتش. كنتوا الاثنين مع بعض؟ كنا مع بعض بس مش فاكر اسم الماتش. في حد قال في السماعه قال فاول، فانا جنب اللعبه يعني من هنا وبعد حضرتك مثلا ب5 ياردة، فانا شايف اللعبه كويس قوي، قال فاول فاول يا حنفي فاول يا حنفي، فانا شايف حاجه ما ردتش،
ومشيت اللعب. بعد شويه بقول يا جماعه مين اللي قال فاول في اللعبه اللي فاتت دي؟ فما لقيتش حد بيرد. خلاص يا جماعه مين اللي قال فاول في محمود ابو رجال؟ قال لي حنفى انا قلت لك فاول، عايز تاخد بيه ما تاخدش براحتك. اصل مشكله الحنفي عنده الفاول ده لازم يبقى دبح، فيعني يا جماعه مش كده. اسالكوا سؤال انتوا الاثنين. لو لا السؤال لو هتساله ممكن اقول لك مين اللي يجاوب عليه. انا لو لا مش انت اللي هتختار. انتوا كحكام بتحبوا بعض؟ بص يا زلسي، انت مره اقول لك يا كابتن، مره اقول لك ازاي، قول اللي انت عايزه. طيب احنا قاعدين كده مع بعض بندردش وبنتكلم عن التحكيم المصري. احنا دايما دايما الحكام بيتحط لهم الحكام ما بتحبش بعض، الحكام طلع لهم 3 مليون جنيه، الحكام البدلات بتاعتهم مش في ظبط على التحكيم وعلى الحكام بشكل غير طبيعي. انت يعني عنصر رئيسي في اللعبه، عن اي مجال في العالم. ما هو انت عنصر رئيسي في اللعبه. أيوة. ما انتش حاجه قليله. انا ما اعرفش الكاميرا مان اللي هنا ده بياخد كام. انا احنا مش مهم. انا مش عايز اعرف انت بتاخد كام وليه الحكام. انا مش عايز اعرف، بس عايز يهمني ان حقك يوصل لك. ايوه ده الاهم. انا اصل انا بتسال ده من سؤال، الحكام بتاخد كام؟ بدلاتكم كويسه؟ لا بدلاتنا مش كويسه. مين قال ان بدلات الحكام كويسه؟ بدلات الحكام مش كويسه. الماتش انت بتلعب كام ماتش؟ وكفايه انك ما بتاخدهاش في وقتها. يعني اقصى حكم يا محمود لعب كام ماتش السنه دي؟ 12 13 ماتش مثلا ولا حاجه. ايه بالنسبه لحكم كره قدم يعني؟ انتوا بتحبوا بعض؟ ايوه يا كابتن ليسي، ايه في حاجه اسمها بنحب بعض؟ ايوه دايما بيتقال ان الحكام ما بيحبوش بعض. دايما مشاكلكم هي اللي اثرت على مستوى التحكيم. مين اللي عنده بيان يقوله ليه ما بيحبوش بعض بسبب بص ايه؟ ارد على حضرتك، بس هو كلمه كتير. المشاكل الكتيره اللي في التحكيم واللي الراي العام بيتكلم عليها هي دي اللي بتخلي الحاجات السلبيه تظهر في الاعلام، يقولوا ده ما بيحبوش بعض، ده عندهم مشكله، ده الاداء. هو لو الدنيا ماشيه كويس بعضهم منتمي لسين وبعضهم منتمي عارف. اقول لحضرتك على حاجه، زي فريق الكوره لو بيكسب وفي مشاكل محدش هيشوف مشاكل، لكن لو بيخسر كله هيقول لك شويه مدير فني، شويه لعيبه، شويه جمهور، شويه جهاز، شويه اداره. فهي الفكره في كده. الراي العام شايف التحكيم كويس هتلاقي كله سبورت ويقول لك الدنيا زي الفل. الراي العام شايف التحكيم فيه مشكله هتلاقي دايما يعني كل المشاكل بتظهر. في ناس بتحب اكس وفي ناس بتحب واي. ده طبيعي. كل واحد بينتمي لمدرسه. ده في ناس بتحب تقلد الحنفي في تحكيمه، وفي ناس بتقلد ابو الرجال في تحكيمه. ده طبيعي وهيفضل كده. لكن في الاخر انت ليك، انت بتشتغل طبقا. لما بيجي لك مدير فني بتشتغل معاه، انت ما عندكش مشكله مع حد. المسؤول هو اللي يحسبك على مين، دي المشكله. لكن المسؤول. الحكم لكن الحكم ما عندوش مشكله، لان الحكم عايز ينجح. طيب هكمل بعد الفاصل وهنكمل في نقاط مهمة. ماذا أضافت التجربة الأجنبية للحكم المصري، سواء حكم ساحة أو حكم مساعد أو حكم فار؟ وهل استفدنا من التجربة الأجنبية ولا احنا التجربة المصرية هي الأفضل والأحسن للتحكيم المصري؟ بعد الفاصل نكمل. مرحبا بحضراتكم بعد الفاصل، واكمل حواري مع الكابتن محمود ابو الرجال والكابتن محمد الحنفي. لما بيجي حكم اجنبي في مصر بطاقم اجنبي يدير مباراه، زي ما شفنا اهلي وبيراميدز، زي ما شفنا اهلي ومصري، زي ما شفنا سيراميكا مع الجيش في نهائي الرابطه، تتضايقوا نفسيا؟ مليون بالمية. جد. طب ليه ما بتقعدش تاخدها ان انت هتقعد تتعلم من الحكم ده؟ علشان تتحكم، ما اتعلم وهو بيحكم في بلده، وانا اتفرج عليه في الدوري الانجليزي، في الدوري الايطالي، في الدوري الفرنسي. لو عايز اتعلم منه في الدوري لازم ياخد ماتشاتي عشان اتعلم منه. هو الحكم الاجنبي ان هو يجي يحكم ماتشات في مصر، بالنسبه لنا احنا كحكام قمه يعني احنا جوانا كده يبقى في شرخ زي ما بيقولوا بالبلدي كده. ليه بقى؟ طبعا ده بيأثر على نفسيا جدا، اكتر من الاعلام واكتر من الضغوط واكتر من اي حاجه. انا بقول لحضرتك الحكم الكبير اللي عنده خبرات ما بيتأثرش بكل الكلام ده، لكن لما يجي حكم أجنبي يحكم ماتش أهلي وزمالك في مصر، يعني الماتشات الكبيرة اللي في مصر دي مين اللي هيحكمها؟ لما احنا ما نحكمهاش مين هيحكمها؟ احنا بنطلب نحكم ماتشات كبيرة جدا في أفريقيا. أيوه. دي حقيقة. والناس بتثق فينا بره. ازاي إن احنا هنا ما بيبقاش فيه ثقة؟ تروح تجيب لي حكم. أصل ايه معناها كده؟ مفيش ثقة. لا بعد يقول لك لا احنا بنرفع الحرج على الحكم. لا ما ترفعش الحرج. ما ترفعش الحرج. هسألك سؤال. قمة تركيز الحكم المصري في الماتشات الكبيرة. يعني حضرتك تقول لي روح ماتش كبير تركيزك بيبقى 200% تركيز. 200%. كابتن حنفي. كأس الرابطة اللي فاتت.
اللي فاتت دي بحكام اجانب. بس الحكم كان هايل، الحكم الروماني كان هايل. ما هو مستوى المباراه حكم اوكي. انا مش مختلف، انا بتكلم على الحكم. لا ما هو الحكم، ما انا بكلمك انا بكلمك على فاينل. انت قصدك ان المباراه مش محتاجه حكم اجنبي؟ انا بتكلم على فاينل الموسم ده. الرابطه بدات طاقم تحكيم اجنبي. الموسم اللي قبله كان طاقم تحكيم مصري، وكان النهائي ما بين سيراميكا والمصري على ما اتذكر، وكان ابراهيم نور الدين الحكم، وانا كنت مع حكم فار، والماتش خلص في منتهى ما هيخلص وخلص وخلص. طب ايه اللي خلى ان انت كنت السنه اللي فاتت طاقم تحكيم مصري حكم مش كتير؟ مش اللي حصل ما تاخدهاش ليه كاننا قاعده استفيد حكم مصنف وقاعد استفيد منه؟ طب ماشي. طب ما هو ليه هم ما بيعملوش، ما بياخدوناش نحكم عندهم في بلد؟ ليه انا بجيب من عنده هو ما بيجيبنيش؟ بدليل ان انا بروح اكبر بطولات وموجود في اكبر البطولات وفي كل البطولات، ما انا موجود. الكلام ده لو انا مش موجود وانا مهمش، فانا جايبك عشان اتعلم منك. يعني بتوجعكم؟ طبعا جدا جدا جدا. احنا جاوبنا في صوت واحد، قلنا حضرتك ده بتوجعكم. دي حاجه اي حكم الماتشات الكبيره، لما الماتشات الكبيره دي يلعبها حكام اجانب، واحنا نلعب ايه؟ الحكام المصريين يلعبوا ايه؟ اشتغلتوا مع رؤساء لجان مصريين واشتغلتوا مع رؤساء لجان اجانب، ارتحتوا اكتر في التعامل مع مين؟ طبعا المصريين. هم فاهمين طبيعتنا وعارفين احنا بنتضايق من ايه بس كان في مشاكل برضه. هو طبيعي المشاكل موجوده مع ليه طبيعي؟ مع المصري اصل ما فيش. هقول لحضرتك ليه. لان ما فيش دوري هيمشي من غير ما يبقى فيه اخطاء ومن غير ما يبقى فيه مشاكل تحكيميه. حلو. ده حاجه طبيعيه بس جدا، بس ما تكونش مؤثره. ما هو بس ما تكونش مؤثره على نتيجه الماتش. طبعا ماشي، محدش يقدر يقول ده اللي احنا طبعاً نفسنا فيه. ايوه طبعا، ان احنا نوصل لاخطاء ليست مؤثره على نتائج المباريات. ده لازم. اللي شفناه السنه دي كانت مؤثره على نتائج المباريات. يعني انا مش عايز ادخل في تقييم، لكن اذا الراي العام شايف كده واللجنه تقييمها كده، يبقى في حصل. اذا هم في اختلاف يبقى لا، يبقى عشان كده رحنا جبنا حكام اجانب في الماتشات المؤثره. نهائي الرابطه انا بعتبره. ما تمسكنيش في نهائي. لا انا بتكلم على اصل انت عندك اللي حصل، الماتشات اللي جت اجانب فين في طول الموسم؟ اهلي وبيراميدز وزمالك واهلي وبيراميدز. لا الاهلي اهلي وزمالك واهلي وبيراميدز، اهلي ومصري ونهائي الرابطه. ايوه. وحضرتك رايك فيهم ايه؟ يفيدونا كحكام مصريين؟ ايوه. انت ما كانش فيه اثار بعض الالعاب، ما كانش فيه. انا اللي فادني حكم الطاقم الفرنسي، وانا عارف تاريخهم، كانوا معانا في كاس عالم شباب وكاس عالم انديه وعارفهم. طب المساعد الاول بتاع فرنسا ده هو اصلا في الاساس مغربي، بس كان حكم هايل. والحكم ايوه عمل ماتش حلو. ايوه انا عايز اقول لك على حاجه. لو جبت حكم درجه ثالثه اجنبي، حكم درجه ثالثه اجنبي يحكم الاهلي والزمالك، هينجح في المباراه. ده الراجل الاسباني اللي حكم الاهلي وبيراميدز ما نجحش في اداره المباراه. اقول لك ليه هينجح؟ لانه فنيا سيء، لانه فنيا قليل، لأنه هو فنان قليل. انا بكلمك في اي حكم صغير في اوروبا يجي يحكم اهلي وزمالك هينجح. ليه؟ هو بترجع لسلوكيات اللعيبه مع الحكم في الملعب. انا مش مختلف معاك، انا بتكلم بقى على اداء الحكم. ايوه كلنا قلنا الحكم الاسباني اللي حكم الاهلي والبيراميدز كان وحش، وفعلا كان وحش، كان قليل. وارد لو كان حاكم مصري كان هيبقى كويس، او كان هيبقى وحش طبعا. فانا اقول يعني هو الفكره يا استاذ محمد، ان هي فكره ان انت تجيب لي لعيب حكم اجنبي تدخله يحكم ماتشات توجعك. طبعا توجع. طب كابتن حارف، لما حكمت اهلي وزمالك، انت حكمت اهلي وزمالك ماتش ده خلص 1-0 للاهلي، 2-1 زمالك، 2-1 للزمالك. طيب اشتغلت الماتش ده ازاي؟ كنت قلقان؟ اللعيبه فعلا ضايقتك؟ سلوكها ما كانش كويس ولا هو الماتش ده كان سنه 2018. وكان المفترض ان الاهلي كان واخد الدوري قبل الماتش ده باسبوع. كابتن عصام ولا كابتن جمال؟ لا كابتن عصام. كان الاهلي واخد الدوري والزمالك مركز تاني، كان خلاص يعتبر الموسم انتهى. بس انت عارف ماتشات برضو اهلي وزمالك، اهلي وزمالك يعني مهما يكن. انا حبيت في بدايه الماتش ان انا اخلي اللعيبه يقربوا من بعض واخليهم ناخد صوره جماعيه مع بعض، كان لعيب اهلي ولعيب زمالك، لعيب اهلي ولعيب زمالك، والصوره دي يمكن موجوده على الميديا، بس هي طلعت صوره وبس. يعني ايه؟ اول ما بدانا لا خلاص خلصنا الصوره ودخلنا في ماتش كوره اهلي وزمالك. ماتش كوره، ماتش كان من اصعب الماتشات. الماتش عصبي الماتش ده تقريبا، كان اصعب الماتش بسبب ان هو الاهلي كان شويه واخد البطوله مريح شويه، الزمالك كان بالنسبه له عايز يعمل حاجه عشان اسمه عمل حاجه بعد نهايه الموسم، فكانت العمليه كان فيها شويه تنشن،
لكن الماتش خرج وانتهى وعمل ماتش كويس وما حصلش فيه اي حاجه. وامين عمر حكم اهلي وزمالك وكان زي الفل. البنا والبنا حكم اهلي وزمالك وكان زي الفل. محمد عادل حكم وكابتن محمد عادل. بس هو الحديث اللي حصل بعد المباراه كان شيلوه لازمه. أيوة طبعا. أيوة. ده كان مرفوض. وبعد كده ابراهيم حكم برضه. وابراهيم نور الدين حكم اهلي وزمالك. مفيش انت وفر لي الجو المناسب وهيألي الجو المناسب. مين اللي يجمد قلبك؟ مين اللي يجمد قلبي؟ مين اللي يجمد قلبك عشان يديك؟ انت ساعتها المهندس احمد بجاهد. هو اللي لعب اهلي ماتشين في اسبوع، واحد اهلي وزمالك، واحد امين عمر، واحد البنا. البنا الاول. مين اللي يجمد قلبك؟ ايوه الاتحاد. الاتحاد اللي يجمد قلبك ويقف في ظهرك ويسندك. بص يا استاذ محمد، لكن ما يسيبكش. انت قلت الحكم، الحكم يعني اضعف. انت عندك سؤال موجود ان الحكم اضعف واحد في المنظومه. احنا فعلا ده للاسف. احنا دي حاجه ما تبسطنيش. احنا يعني الحكم مش الحكم، لو انت حسبت الحكم واحد لوحده، الحكم لوحده هيبقى اضعف حاجه في المنظومه. لكن احنا في لجنه حكام بعد الحكم، في اتحاد كوره بعد الحكم، في وزاره شباب الرياضه بعد الحكم. دول كلهم لازم يبقوا سبورت ليك ويقووك. انت مش عمرك بنفس لوحدك كحكم هتبقى قوي. هكمل مع الكابتن محمود ابو الرجال والكابتن محمد الحنفي بعد الفاصل. برحب بحضراتكم بعد الفصل. هسأل سؤال واضح ومباشر للكابتن محمود ابو الرجال والكابتن محمد الحنفي. ايه اللي الجمهور ما يعرفوش بيأثر على مستواك في ادائك للماتش؟ عشان الناس تعرف الحقيقة ايه السبب في اهتزاز مستوى الحكم. ايه حاجة ملهاش علاقة خالص بالجمهور على فكرة. محتاج ايه؟ محتاجين اجواء نجاح تبقى حوالينا. زي حاجات كتير جدا. اجواء النجاح دي كلمة ان انت تنزل الملعب تبقى مبسوط، تبقى كل وايه اللي يبسطك كحكم؟ كل الامور تبقى مهيئه ان انت. ايه اللي يبسطك؟ ايوه كل الامور تبقى مهيئه انت تنجح. ايه اللي يعني يبسطك؟ اللي يخليك نازل مبسوط، نازل يعني انا ببقى نازل على الشغل فرحان ان انا رايح الشغل. انا عايزك كحكم كده وانت نازل الملعب. يتعمل لك معسكرات في اماكن كويسه، تاخد ادوات تبقى عندك ادوات تدريب، يبقى عندك ملابس، يبقى عندك ماديات كويسه. وانتوا ما عندكوش ملابس؟ عندنا كل حاجه. بس انا انت حضرتك بتتكلم، انا بتكلم على باكج بقى. السنه دي جالكم ملابس؟ هيجي ان شاء الله. هيجي موجوده بس تقريبا بيتحط عليها اللوجو، بيتحط عليها الاعلان تقريبا بتاع الشركه الراي. عديها بمزاج. لا لا صح فعلا. ما انا عديها بمزاج. ده موجود طول السنه بيتحط عليها اعلان الشركه الراي. لو حضرتك شفت لو حضرتك اتفرجت على ماتش الاهلي والزمالك بتاع اللي كان ابراهيم فيه نور الدين. كنا واخدين اللبس بس ما كانش عليه اللوجو، فاحنا مستنيين هيسلمه كله ويتحط عليه اللوجو. ده بعد الموسم ما خلص. ما خلاص مش مشكلة. ماشي اوكي. فاجواء النجاح دي حاجات كتير جدا. بس خلي بالكوا يعني. اجواء النجاح دي حاجات كتير جدا. يعني ما بين بقى تمرين، ما بين ماديات، ما بين معنويات، ما بين موضوع كبير يعني. يعني حضرتك لما بتشوف المعسكرات بتاعت الحكام في اي مكان، كل الدول بتعمل معسكراتها. يعني الكويت جت عملت هنا. يعني كل الناس عندنا الاماكن وعندنا الاجواء، لكن عندنا ما عندناش حاجة. اللي هيئ لنا الاجواء دي احنا كمصريين. هو الموضوع يعني الجمهور ملوش دخل فيه خالص، ولا السوشيال ميديا ولا الموضوع. ما هو بيجي عليك. ما هو انت اللي بتتهاجم وانت اللي معنوياتك بتقع. الانتظام بتاع الدوري ده حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. انتظام اللعب دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. ما بتلعبوش كتير يعني اللعب على مسافات طويله اعتقد كان برضو عامل من هبوط المستوى. زيك زي اللعيب. عندك قول. هو نفس الكلام اللي قاله محمود لكن بسياق تاني. كابتن محمد الليس عشان يقعد القعده دي في كاست كبير تحتيه بيظبط الدنيا معايا. عشان يطلعه في الصوره دي. احنا نفس الكلام. احنا عايزين الدعم من كل المنظومه اللي حوالينا عشان نوصل للشكل. الدعم عايزه من الرابطه ولا من اتحاد الكوره؟ من الاثنين. الاثنين. الاثنين طبعا. احنا عايزين الدعم من الاثنين، وعايزين الدعم من الوزاره، وعايزين الدعم من كل الاماكن. ان هي الدعم على فكره مش فلوس بس. لا لا مش لا فلوس. لا لا عشان تفهم القصه مش فلوس بس. بالعكس دعم معنويا حتى اعلاميا سوشيال ميديا. ان الحكم دايما بيتقطع يعني. واللبس جاهز؟ ايوه دي حقيقه. انا مش بقول كلام. المفروض اللي اتقال لنا ان اللبس موجود. ايوه جاهز. موجود فعلا يعني موجود بس اتحط عليه اللوجو بتاع الاعلان. ده لبس الملعب الماتشات. لان الشركه الراعيه اللي بتجيبه. لا اللبس كامل. اللبس كامل للحكم. لبس كامل. انت مكمل السنه الجايه ان شاء الله؟ مكمل لو انت عايزني مكمل اكمل.
نكمل السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله محمد قيمه كبيره في التحكيم وليه تاريخ يعني حكم كبير، بس هو برضه اللي مقصر في حق نفسه وناس كتير ما تزعلش منه، وناس كتير بتشوفه يعني حكم كبير، حكم كبير بجد بتقلده في تحكيمه كمان. انا بقول لك هو بينزل مش هنا في دنيا تانية مش علاقه، هتقع هتنزل اللي انا شايفه احسن. مش كنت بس ان هو يعني ما باخدش فاولات، الفاول بتاعه عالي شويه. مش كده بيقول لي فاول وانا باخد. انا بشكركم شكرا جزيلا. انا كنت اتمنى ان اتكلم في حاجات تانية، بس طبعا انتم مكملين وشغالين، لكن ما حبيتش ان انا اتطرق لحاجات ممكن تاثر على شغلكم في موسم جديد هتستعدوا ليه ان شاء الله. كابتن محمود ابو الرجال اشوفك في احسن اداء، في احسن بطولات، وفي احسن مباريات، لانك تستحق. انت دولي حكمت في كاس عالم، فتستحق انك تكمل ان شاء الله. انا بشكرك جدا ومبسوط جدا كنت معاك النهارده، ويعني حلقه ممتعه، وان شاء الله نكررها تاني. اكيد يعني انا مبسوط ان انا معاك حبيبي. الله يخليك كابتن محمد الحنفي. بعد ما قال لنا انه مكمل الموسم اللي جاي ما قدرناش نضغط عليه، وبقول له بالتوفيق. انت حكم كبير، وان شاء الله باذن الله تعمل موسم جيد. لا اكتر من جيد، ايه احسن من جيد. ربنا يخليك كابتن ليسي، مبسوط قوي ان انا موجود معاك النهارده، وان شاء الله محمود في كاس العالم اللي جاي ان شاء الله كلنا نبارك له هو وبقيه باقي الزملاء. ان شاء الله بنحب نكون موجودين معاك وبنشرف بوجودنا معاك. اشكرك كابتن محمد الحنفي، بشكرك كابتن محمود ابو الرجال. كانت حلقه خاصه عن التحكيم المصري، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده الساعه 11 من الهدف. تحياتي وتحيات فريق العمل، اشوفكم بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم.